أهلاً ومرحباً بكم مجدداً طلابي. في هذا المقطع سوف أقدم لكم تلخيصاً مبسطاً حول مادة الأسبوع الخاصة بنا، فلنتابع معاً بتمعن. خلال هذه الحصة أحبتي، سوف يقدم الطالب مشروعاً خاصاً بالوحدة. ذلك المشروع مدعوماً بمصادر عدة. سوف يقوم هذا المشروع على أن يصمم الطالب منشوراً أو مطوية أو عرضاً تقديمياً أو حتى بطاقات ملونة حول نبي الله عيسى، ثم سيقوم بكتابتها والاستعداد لعرضها شفوياً. بعد ذلك يتم تقييمه من قبل الطلاب والمعلم. وهذا المشروع يندمج مع المجتمع، إذ إن الطالب يقوم على نشر الوعي بين الطلاب بالإضافة إلى تقوية حس التوازن والمسؤولية لدى الطلاب من خلال العمل على هذا المشروع. بالإضافة إلى أنه له عدة معايير سيحاسب الطالب بناء عليها وهي موضحة في العرض.